جوده ماتش النهارده يعني ايه ماتش مليء بالاخطاء وفي اخطاء كتيره جدا سواء من المدرب او من اللعيبه. شفت ماتش النهارده ازاي؟ قبل ما اتكلم على المباراه كابتن احمد حابب بس اقول بدون تحيز وبدون تعصب للنادي الاهلي او حاجه ان كل المدربين الاجانب اللي موجودين في مصر باستثناء كولر ده يعتبر اهدار للمال وخصوصا في ظل الظروف الصعبه اللي بتمر بيها البلد. بتكلم على العمله الصعبه. ليه بقول الكلام ده كابتن احمد؟ لان هنتكلم عن اسوريو، هنتكلم عن باتشيكو، هنتكلم عن بابا فاسيليو، وذكرني برضو حضرتك في البنك الاهلي مش شايفين اي استفاده. فيوتشر مش شايفين اي استفاده للكره المصريه من المدربين دي. هنرجع مثلا لاسوريو مثلا كابتن احمد، هو اصلا مين اللي بيحدد اهداف النادي خلال اما باجي اتعاقد مع مدير فني؟ مين اللي بيحدد اهداف النادي؟ ليه يطلع النهارده يقول المباراه دي مثلا هقدر اعوض فيها؟ مين اللي قال له ان الدوري العام بالنسبه لنادي الزمالك حاجه مش مهمه علشان يريح اللعيبه دي؟ وده اخذ الكلام منه هو شخصيا علشان مباراه العوده بتاعت ارتا سرار. مين اللي بيحدد الكلام ده يا كابتن؟ مش المفروض مجلس الاداره؟ لا انا هقول لك القصه بتاعت اوزوريو. اوزوريو مدرب احنا قبل ما نتعاقد معاه عارفين مدرسه لعبه كويس جدا. تمام. في اعتقادنا ان 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 احنا ان الزمالك كان هيقدر يفتح القيد، فهنقدر ان احنا الزمالك هيقدر يجيب له 4-5 لعيبه يقدروا ان هم ينفذوا افكاره. تمام. الموضوع ده ما حصلش طبعا. الزمالك لاسباب مختلفه ما عرفش ان هو يفك القيد. ومن اول البطوله العربيه جوده، وانا بقول لك الحقيقه يعني من بعد نهايه البطوله العربيه الراجل اتغير تماما. ما بقاش يتكلم مع اي حد، ما اتكلمش مع اي حد في جهازه نهائيا. لا حتى الاستفسار الجهاز من التشكيل هو كده. بس ان حضرتك بتوضح النقط دي. لا انا بقول لك الراجل فاهم كتير جدا على الجهاز الفني. الراجل شخص مختلف تماما عن الشخص اللي الزمالك تعاقد معاه. انا بقول لك قراره من دماغه قصدك؟ لا غير كده، هو طول عمره قراره من دماغه. اوكي بس كان الاول فاتح مساحه للناس اللي شغاله معاه، كان بيناقش الناس اللي شغاله معاه في الوحدات التدريبيه وبتاع. دلوقتي بقاله تقريبا اكتر من شهر يعني او من اول العوده لبدايه فتره الاعداد كل حاجه. بس محترم. ده برضه كابتن احمد يعني شفت حضرتك في المقدمه المفروض تتدخل اللجنه الثلاثيه لان هو مش من طبعًا حقه طبعًا. مش من حقه، هو ما يعرفش بطوله الدوري العام دي تمثل ايه لنادي الزمالك. لا متقال له اولويات، هو عارف متقال له اولويات. مفيش كانت تصريحاته بعد المباراه توضح تماما ان هو مركز او بعد المباراه بقى بيتهرب. طب انت شايف ان ده صح؟ انت داخل تلعب ماتش كوره وعندك ماتش بعد 5 ايام. 5 ايام.